صباح الخير عليكم، كي صبحتوا كلشي بخير او لمس الخير حتى شنو نتوما الفيديو غتشوفوه حتى اللي ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غندوز معايا النهار كامل. صراحه عندي ما يدار فيه، غندوز واحد العشيه زوينه. مي اول حاجه غتمشيو معايا نفطر باش نقول لكم اشنو كاين. يلا معايا. ساليت الماكله دابا ندوزو المعقول. صراحه الخبر اللي بغيت نقول لكم انه خديت القرار في لاشين يوتيوب ما غنبقاش ندير غير لي ريسيت، غنبدا ندير نعطي افكار جديده، ندير معكم لي فلوغ، يعني نخرجوا شويه من لي ريسيت. الصراحه هذا القرار خديته من ورا لي ميساج بزاف اللي جاوني من الناس من عندكم، كيقولوا لي علاش كديري غير لي ريسيت، علاش ما ديريش تو سامبلومون حياتك اليوميه. فكرت قلت علاش لا، ما ناخذ هذا القرار، ندير تجربه ونشوف واش غتعجبكم. نتمنى ان شاء الله هاد القرار اللي خديت يكون عجبكم، وبيان سور اللي عنده شي رمارك يخليها ليا، راه كنقرا كاع لي رمارك ديالكم وكناخذهم بعين الاعتبار. دونك دابا الصراحه كنهضر معكم وكنشوف هاد المنظر الزوين. صراحه كنجلس حدا البحر كنفوج. نخليكم تشوفوا هاد المنظر اللي كنشوف انا دابا، غيعجبكم بزاف. كيف ما كتشوفوا لابسه تقليدي اليوم، كاينه الحنه ديال 7 شهور ديال مرات خويا. بغيت تمشيو معايا ونكملوا النهار. Thank you.
Enfin, تخرجت للدار ارتحيت شوية صراحة النهار داز زوين بزاف كيف ما كتشوفوا في الفلوج، نتمنى لكم تشجعوني نتلاقوا ان شاء الله في فيديوهات جايه، وكيف ما كنقول ديما السر هو العزيمه. باي باي.